I'm a memory, I'm a photograph. Times you love me, times I love you back. لك الله يسعد لي هالصباح. لك يسعد لي صباحك يا روح قلبي. هاي القهوة حبيبتي. لك 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 حبيبي لك 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 هاي الصورة. بتتذكر هاي الصورة امتى؟ طبعا بتذكرها. هاي تاني يوم خطبتنا. صلى وفي شوفي ابوك كيف منبق راسه هيك. الله يرحمه. كان وين ما روح ينبق راسه على اساس عم يمزح. حبيبي شبك هلا شبك ببابا الله يرحم روحه، اصلا هو اللي مزين لي هالصور كلياتها. هو مزين كل شيء ابوكي كان، الله الله يرحمه، الله يرحمه. لك شو كنا مبسوطين هون. لا 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 عن جد لك هي الصورة يا ويلي لوين رجعتني. هي الصورة الله يرحم ابوكي هو اللي جاب لي فيها السكر. يوم قال على اساس حبيب يمزح معي يعمل لي. قال هيك طلع لي من الصور. قلت له ليش لك عمي؟ ليش لك عمي؟ قال هيك عمو انا بحب امزح معك. معقولة الاب اللي عندك كان الله يرحمه معقول؟ كان دائما يتحرك شكله انه هيك بحبك وبحب خفة دمك، يا الله. قال بيزعل قال بدك احلى من هيك عمو. ما في دهون؟ تتذكري هون؟ ايه ايه تتذكر؟ يوم كان عيد ميلادك. قال شو؟ كمش قال بالجاتو؟ اوف عمو صوروه صوروه لا. بس قد ايه طلعت مهضوم؟ قلت كلك ابوكي المهضوم مو انا. مو طبيعي كأنه نحن ما عم نتفرج على ذكرياتنا بس قاعد عم تتضايق من بابا كل الوقت. ذكرياتك سيئة لهالدرجة معه يعني؟ قتلنا ذكرياتنا أبوك الله يرحمه. طيب حبيبي شو رأيك اقترح عليك شغلة؟ تفضلي. تعال نسترجع ذكرياتنا. يعني ما فهمت كيف نسترجع ذكرياتنا حبيبي؟ حبيبي يعني نسترجع من أول لحظة أنت شفتني فيها بالشارع لما خوتك ولفت لك نظرك وهيك صرت ما عاد تعرف تركز بالعالم من وراي وصرت تلحقني هيك طول الطريق وأنا بهدل فيك وقلعك وأنت ما ترد علي هيك لو وصلنا على بيت أهلي ووقتها بهدلتك بهدلي غير شكل تتذكر؟ تعال نسترجعها هي مثلا من أول وجديد. والله فكرة حلوة كتير. على الأقل أبوكي ما بيعمل لي قتلة لأنه أول مرة رح شوفه فيها. رجعنا لنفس القصة حبيبي؟ شبه؟ في غيره قصة، في غيره قصة أبوكي، في غيره قصة. ولا يوم مرة كنا عم نتغدى قام خبطني بصحن لبني على النظارات تبعي، كنت حاط نظارات شمسية شاريهم جديد وكسر لي إياهم. قال لي هدول مو أصليات أصلا، بدل ما يقول لي سلامة عينك، شو هالأب هذا؟ حبيبتي اسمعي لأقول لك أنا موافق. رح أنزل هلا على الحديقة. واستناكي على نفس المقعد، شو رأيك؟ عن جد؟ عن جد طبعا. ياي شو حلو، بنصنع نحن كل ذكرياتنا الجديدة بنفسنا. بنصنع؟ نسامع الكلمة. إي طيب أنا رح أقوم هلا أسبقك على الحديقة. يلا باي. شو تحمست؟ يلا يلا روح. بنصنع؟ يا رح أرجع لقبل ما تزوجنا. طب وينك يا نور وينك؟ ست ساعات بالحديقة أنا قاعد لك يعني ما معقول لأنت بدي ضلع بالسناكي؟ أنا كثير خشعني منك ما عارفة شو بدي أقول لك حبيبتي شوفي شو صاير ليش عم تبكي؟ صاير شي بالبيت؟ لا بالبيت ما صاير شي محترق شي؟ أدوات كهربائية؟ لا شوفي قليلي طيب يعني فاضل صاير له شي؟ مين فاضل؟ لك فاضل ابننا شبكي بتنسي اسمه؟ ابننا صح تذكرت لا فاضل ما في شي فاضل لك منيح لك شوفي بصراحة حبيبي بابا ما خلاني انزل اشوفك بالجنينة، قال بنات الفلتانات اللي بيشوفوا الشباب بالجنينة، إذا بدك يعني بتجي على بيت أهلي بتطلبني من هون، أنا ما بروح على الجناين. أبوكي الله يرحمه، قال لك هيك؟ عمي الله يرحمه؟ إيه فاضل فاضل تركتك قومي قومي يا شوفي لك قومي العمى مو تاركني، حتى وهو ميت مو تاركني
يا فاضل. I'm a photograph.